ايها الحبل الكريم، متابعينا الكرام، شكرا للزميل حمد بن ضبيب الشامسي، وهذا سالم بركات العليلي ما زال يحييكم معلقا ايضا على هذه الاشواط. نراقب ونتابع ايضا هذا الشوط الذي خصص لفئه الابكار. نحن نتابع المقدمه ونتابع هذه الشعارات التي تستجيب ايضا لهذا التحدي. المقدمه مقدمه الشوط محمد بن علي بن كليب، ولكن ينخطف بهذا الاداء بهذه السرعه من قبل الفائزه، وهي فائزه العرض وفائزه الاداء وفائزه في القوه. عبد الله بن علي بن رشيد من يقدم الفائزه في اول المراكز ويحترس على المركز الاول. اما المركز الثاني الظبي سالم بن محمد القطامي الذي ياتينا ثانيا. المركز الثالث محمد بن سيف المقعودي، من الجانب الاخر راشد بن مهير بالقوم، ومحمد بن غدير ياتينا، حمدان بن محمد بن غدير على خامس المراكز، ولكن يتحرك بهذا الشعار الى المواجهه الكبرى والى دائره الصراع على القمه. نتابع الفائزه وهي تحترس على المقدمه، ما همها طول المساحيب، التم للسبق على الباب، بدت تعطي حركات يحق لك ان تستعطين هذه الحركات البهلوانيه، طالعه نازله توزع ابتساماتها يسار او يمين، يحق لك لانك في موقع المفخره والمعزه المياسه. تاتينا ثانيا حمدان بن محمد ابن غدير، من يتابع الشاهينيه خطوه بخطوه، والفايز الله، بدا الصراع، بدت الهجوم، صاحت المعركة بما لديها من قوة نيرانية. وصلت اخت نيران الى المقدمة، ولكن الفايزة ما زالت ايضا تجس نبضة مياسة في هذا الشوط. هل من جديد او تتحرك الفايزة؟ هل من جديد الفايزة؟ يلا يا بن رشيد، دقت ساعة الصفر، تعود مرة ثانية الفايزة، تعود بهجمة مرتدة الى المقدمة، وتنتزع الصدارة من تحت اقدام مياسة لتعلن الوجود، لتعلن التدلل، لتعلن الاحتفال بهذا الشعار للمرة الخامسة. نهني عبد الله بن علي بن رشيد على هذه الانتصارات التي تضاف الى انتصاراته السابقة، ويعزز رصيده بهذا الناموس. تهانينا والف مبروك الثاني حمدان بن محمد بن غدي، المركز الثالث مبارك بن قروي العويسي، المركز الرابع شعار بالحب العامري، تكليف نعم محمد بن عبد الله بالحب العامري، ودقيقتين و59 ثانية هذا هو التوقيت الذي